نقطة على السطر مع سلطان الجنب. الحب من أول نظرة ممكن تصير ولا بس كلام أفلام؟ أنا كل ما أسأل أحد يقول ترى ما في شيء اسمه حب من أول نظرة، هذا تلاقيه في الروايات والخيالية فقط. طيب أنا حسيت بشيء حلو صراحة أول ما شفت هالشخص، حسيت براحة، حسيت إن الدنيا لسه بخير. أحياناً تدور على شخص عمرك كله بمواصفات معينة وتقابله صدفة، مع أول كلمة تقول هذا نفس الصوت اللي كنت أتمنى أني أسمع من الشخص اللي أحب، ويطلع التفكير كمان نفس التفكير، وتسأله يعني كأنها اختبار تحب كذا، يقولك إيه، يقولك ترى أنا أحب هذا نفس الشيء اللي أنت بيه. بعدين تجي تقول له طيب أنا أحب هالشيء، يبدأ يقولك كمان أنا أحب نفس الشيء هذي. كل ما تسمع الإصرارات هذه قلبك يدق بسرعة أسرع مما تتوقع، ما ودك لا الوقت يمشي ولا هو يترك المكان ويخليك. والإحساس اللي عنده تشوف منه شوي في عيونه وتقول معقولة هذا هو الشخص؟ الله على الإحساس هذا، وهذا هو الحب من أول نظرة. بس إلى هالوقت وأنا منتظر الصدفة اللي تجمعني معاك مرة ثانية، ودي أسألك سؤال واحد، أنت مثلي صدقتهم إن ما في حب من أول نظرة؟ أو حاسس بصدق هالكلام؟ عندي يقين إن الحب من أول نظرة المعنى الحقيقي له صدفتي معك وكلامك معي. ولو سألتني أنت تؤمن بالحب من أول نظرة، رح أقول لك الحب من أول نظرة هو المعنى والإحساس لأول مرة أشوفك فيها، وأكيد أنا أؤمن فيه لأنك الحين معي وباقي العمر إن شاء الله راح تكون معي، والسبب أول نظرة. نقطع السطر.